السماعات الخارجية ومتعة استخدامها للحصول على صوت أعلى وجودة أفضل. ده المود التاني اللي جربته مع موتو زي، سماعة جي بي إل. سمك السماعة 12 ميلي تقريبا ووزنها 147 جرام. حجمها كبير نسبيا لما بتركب على التليفون، لكنها مش قطعة أساسية هتتحرك بيها، فالحجم الكبير مش مشكلة. أنا من هواة استخدام السماعات البلوتوث المنفصلة مع التليفونات، سواء كانت سماعات الأذن أو سماعات خارجية، لأنها بتدي حرية في الحركة بالإضافة لتجربة مميزة للاستماع. بس كان حجم السماعة المنفصلة بالنسبة لي مشكلة جامدة جداً، ما اعتقدش اني حواجهها بعد اليوم مع المود ده. في اوقات كتير لما بحب استمتع بالهدوء والطبيعة وافصل عن العالم، بتكون الملفات الصوتية حسب هواياتك في الاستماع هي خير رفيق، خصوصا لمحب الهدوء والاستمتاع بالطبيعة. مش هتحتاج غير تليفونك وكارت ميموري عليه ملفاتك المفضلة وسماعة نقية بيتم تركيبها على التليفون بكل سهولة عشان تستمتع بالهدوء. السماعة برضو فيها بطارية مدمجة تكفي لحد 10 ساعات تشغيل متواصل، وليها برضو مدخل شحن تايب سي عشان تقدر تشحنها بشكل منفصل عن التليفون. ودي بالنسبة لي تاني اهم مود استمتعت باستخدامه في عائلة مودز موتو زي.